احبائي اهلا بيكم في حلقه جديده من برنامجكم مدرب حياه مسيحيه. السؤال بتاع النهارده سؤال عميق وقوي جدا. السؤال بيقول: ما تاثير العنف الاسري على الاولاد؟ ما هو تاثير العنف الاسري على الاولاد؟ ولو انا قلت لك اجابه في 3 دقائق او 5 دقائق بظلم الموضوع. الموضوع محتاج حاجات كتيره جدا، فلازم تسالي في ناس تاني، تسال في ناس تاني كتير، لان الموضوع ده مهم جدا. لكن هقول لك بعض الحاجات من علوم التنميه البشريه مهمه جدا في الموضوع ده. تاثير العنف الاسري على الاولاد، والعنف الاسري مش بس واحد بيضرب مراته، ده العنف حاجات كتير. العنف ممكن يكون بالالفاظ، ممكن يكون بحاجات تانية كتير. فخد بالك ان حاجات كتيره جدا بتسبب، وساعات الالفاظ والكلمات بتسبب حاجات اكتر بكتير جدا من الضرب. اللي هنا يعني طبعا احنا المفروض كمسيحيين ما يبقاش في بيوتنا الحاجات دي خالص، البيت اللي فيه المسيح ما يبقاش فيه الحاجات دي. لكن انا عايز اقول لك لخطوره الموضوع ده قد ايه تاثير العنف الاسري على الاولاد. اولا الولد هيبقى تحصيله في الدراسه اقل. ليه؟ لانه عايش في قلق باستمرار، والانسان لما يعيش في قلق المخ يفرز الادرينالين، وده بيوقف وبيعطل بعض مراكز الادراك في المخ. فاذا الولد مش هيحصل حلو في الدراسه نتيجه العنف الاسري اللي شايفه. نمرة 2، في مرحله المراهقه بيبقى الولد او البنت اكثر عرضه لادمان المخدرات، لان المخدرات بتساعده على ان هو يقضي على القلق الموجود جواه نتيجه الدوبامين، نتيجه الادرينالين اللي بيفرزه المخ. نمرة 3 برضو حته مهمه جدا، ممكن جدا يتربى جواه عزوف عن الجواز نتيجه الحاجات المشاكل الكتيره اللي شافها في العنف الاسري في الطفوله بتاعته. لازم تبعد عن الموضوع ده، ولازم تعالج الموضوع ده كويس جدا، ولازم تعامل مراتك ولادك بطرق تانية مختلفة كتير توصل للنتيجة اللي انت عايزها. اعملهم بمبدأ أساسي، قول ايه رد الفعل اللي انا هعمله ده، هيرضي ربنا ولا لا، صحي بالنسبة لي ولا لا، هيحل المشكلة ولا لا. لو 3 لا ما تعملوش، اختار ردود أفعال تانية. اختار دايما البيت لازم يكون فيه جو من الحب وجو من الفرح. بيت فيه المسيح لازم يكون فيه جو من الفرح وجو من الحب وجو من السلام وجو من السعادة. الحالة النفسية معدية، خلي طاقة البيت طاقة إيجابية. طول ما طاقة البيت طاقة إيجابية الأولاد بيذاكروا حلو، الزوجة بتعمل شغلها مظبوط حلو جدا جدا، أنت عايش في سعادة، البيت كله في فرح وفي سعادة. ابعد عن جو القلق وجو الضغط وجو الحاجات دي كلها. يمكن يكون شفناها وإحنا صغيرين أهالينا ما كانوش يعرفوا المعلومات اللي إحنا بنقولها دلوقتي، فدي مسؤوليتنا قدام ربنا إنك أنت تبتدي من النهاردة تعمل كل جهدك ان جو البيت يكون جو ايجابي، جو فيه حب، جو فيه فرح، جو فيه سلام، جو فيه ادم، جو فيه ربنا، يعني جو فيه ثمار الروح القدس اللي بتنور بصيرتنا وبتخلينا نوصل للي احنا عايزينه في فرح وفي سعاده وفي هناء وفي سرور وفي كل حاجه ايجابيه. ربنا يحافظ علينا ان شاء الله، ويكون جو البيت المحاضره بتاعت النهارده والحاجه اللي قلناها النهارده تفرق كتير جدا في علاقتنا مع بعضينا ومع أولادنا، ويكون حياتنا كلها سرور وسعادة إن شاء الله. أشوفكم الحلقة الجاية إن شاء الله.